الله يحييك. انت شلونك يا ابو بش؟ والله انا كما ترى يا بني. الحمد لله الحمد لله. الله يا يدي شنو مشتاق لك انا هالكثر ما تصور والله. انت مشتاق لي وانا محاربك. خفا ليش؟ ايش سويت انا؟ ايش سويت؟ بطلت كبدي، ذبحتني امس باللعب، من القهر بغيت اكسر التلفزيون، قاعد اطالع المباراة، هذا لعب يا ناصر، وين الفن؟ وين التكتيك؟ وين اللعب اللي انا خابره؟ الله يهديك يا يدي، انا البارح كنت تعبان شوية، وبعدين لا تنسى اني انا حاط الجول الوحيد بالمباراة، نسيت. اي جبت لك جول وضيعت 10، شفت المباراة حمد؟ اوه يبا، انا ما احب الكرة ولا احب اتفرق لها، وكان زين بعد ناصر يهدها ويتفرق حق مستقبله. يا يبا ضيع من عمره 6 سنين على الكرة، شو استفدنا احنا من الكرة؟ شوف ربعه اللي وياه بالمدرسه كلهم تخرجوا، اللي ضابط واللي مهندس واللي طبيب، وهو للحين اخوه سالم اللي اكبر منه بسنه قرب يتخرج، اخته بشاير سبقته وتخرجت من كليه الاداب وهو للحين. وش دعوه الطبيب ولا الضابط ولا المهندس اشهر منه ولا احسن منه؟ تبى تشوف صوره بالجرايد؟ ما تسمع شو يقولون عنه بالتلفزيون والدواوين؟ وش الفايده يا يبا؟ باكر اذا تعور شو تفيده بالله اصوره بالجرايد ولا كلام التلفزيون عنه؟ زين الحين فكونا من هالحكي، بس ما تقولون لي انتوا ايش تبون جايين؟ من توفت الوالده الحين صار لها سنه الله يرحمها، وانت قاعد هني بروحك، ما يصير يا يبا، لازم انت تقعد عندنا، يكفي قعدتك بروحك هذه ليه متى؟ اسمع عاد، عيالك يا يبا اولى بخدمتك من غيرهم. شوف عاد يدي، المره هذه احنا من جايين نستشيرك بالموضوع؟ لا احنا جايين ناخذ قصب طيب، كيفك عاد تفضل. هوب حدك عاد يا ناصر، انا اروح وياكم بيتكم معصي؟ لا يبا انا امك ما انت واطن، وامك ما تحبني بعيشة الله. عفا عليك يا يدي، من قال الحكي هذا؟ والله يا يدي والله ان الوالده تحبك وتعزك وتحترمك، بس هي ساعاتها تصير شويه عصبيه. وانا ماني عصبي، انا ازيد منها، انا كبريت. امك ما تحبني وانا وياها ما انت والم ابدا، وهذا من قديم مو من الحين، من 25 سنة يا ولدي يا ناصر. بس يا ليت ابوك طايع كلامي ومتزوج بنت عمه، ان كان ما صار هذا حاله. امك يا ولدي ملسونه طويل لسانها، وانا ما ابي اصير مثل ابوك، ما رد تحكم فيني وتوديني يمين وشمال، لا على اخر الزمن ما رد تحكم فيني انا، لا يمكن. الو اي انا طيبه، من انت؟ اي ليلى، تصدقين ما عرفتك؟ شلونك وشلون الوالده؟ عساها بخير الله يسلمك. ها تبين تهاني؟ تهاني مي هي عندك؟ اوه لا لا صدق نسيت، هي بيت خالها. عدل عدل عدل، على بالي عندك. ها ان شاء الله ليات اقول لها. هاي القهر اوريك يا تهانو، تكذبين علي بعد؟ ايش فيك ام عسى ما شاء؟ انا قايله ما حد بيذبحني قهر الا انتي واختك وامك. ليش ام ايش فيك الله يهداك صاير؟ السلام عليكم. هلا عليكم السلام. قوي ام. هلا هلا والله، هلا بتهاني، هلا ببنيتي الحبيبه. هاي يمه عسى ذاكرتي عدل. اي يمه ذاكرت وخلصت البحث بعد. بعد الله يعطيك العافيه. انزين وشلون صديقتك ليلى؟ تسلم عليك وايد وايد، وموصيتني احبك مني ومني. عبتك القراده، كذبين علي بعد؟ توها ليلى متصله تسال عنك، وين كنتي؟ بشاير تقول. يمه كانت عند بيت عمه ابوي ام فلاح، بعدين هي ترخصت من ابوي قدامي. يما انت زعلانه مع ام فلاح عمه ابوي؟ انزين انا شكو. شلون 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 بالله انت شكو؟ انت بنتي ولازم تصيرين على قلبي. وبعدين مره ثانيه اذا بغيتي تروحين اي مكان
تستأذنين مني انا، فاهمه؟ بعدين شي وديتش بيت ام فلاح انت، ما تعلميني شي وديتش هنا؟ فلاح هذا كم مره خاطبش وانا رافضته؟ ليش تروحين عندهم؟ سمعيني عدل، شوفي ان مره ثانيه رحتي لهم البيت حشيت ريول تحش، فاهمه؟ ان شاء الله ان شاء الله يمه، وما يصير خاطرك الا طيب. سمعيني انا هرب رباط ما احبها، لي قلت كلمه تنسمع ها، والكذب ما احبه ولا واطنه بعيشه الله. ان كذبتي علي مره ثانيه تهانو ذبحتك، فهمتي؟ قصيت لسانك قص. الو، هلا هلا ام احمد، شلونك؟ الله يسلمك، مشكوره. ان شاء الله. لحظه يما ام احمد، اوه ايش تبي هذه الحين؟ انا مالي خلق احاكي احد. قولي لها راحت السوق ولا راحت الجمعيه، راحت اي مكان. تقولين ما تواطنين الجد؟ اوه حشش منتو بنات عدوان. الو، هلا هلا شريفه، هلا بحبيبتك، شلونك؟ عساش طيبه؟ وشلون الغالي احمد؟ الحمد لله. ايه حاضرين بتيونا الليله؟ حياك الله باي وقت، البيت بيتك. طالع شط طالع تو ما نور البيت. حي الله مني يا بس. الله يحييك ويبجيك. اقول ما قلت لي حمد، فلاح ولد عمتك رايح نشتغل معاك بالشركه ولا فنشت حسب اوامر الهانم المدام؟ الله يسلمك بس يا يبه، فلاح للحين اشتغل عندي، وبعدين طيبه ما قالت لي فنشه. ايه اخ، ما ادري شلون صدتوني، انا ما ادري شلون وافقت وجيت معاكم. اي والله. اسمع حمد، خير يا يبه؟ ترى اذا مرتك طولت لسانها ولا زعلتني بكلمة لا تلوم إلا نفسك. الله يهداك بس يا يبا، طيب شلون تزعلك ولا تقول لك أي كلمة وهي اللي قالت لي ولزمت علي أروح أجيبك تقعد معانا؟ لزمت علي؟ أي نعم. كان هي ملزمة، عجل ببالها شيء، الذيب ما يهرو العبث. أمرتك لا تواطر تشوف وجهي لا أنا ولا أحد من العائلة. إي أنت رسيت إنها رفضت زواج سهاني ليش إنه فلاح ولد أختي؟ يدي الله يهديك، تفضل الحين البيت وحاول انك تنسى الماضي. يلا يا يبا، خير فعلا انسى الماضي مثل ما قال لك ناصر. حياك حياك فعلا. حي الله منيه. حييك. سكتي بشاير سكتي، ترى انا مبطل كبدي من هالمعامله. هم اللي خلونا نكذب، احنا لما نكذب غصبا علينا يعاقبونا. انزل الكبار لا كذبوا، من يعاقبهم؟ شش بس عاد، قصر حسك عاد، لا تسمعنا امي ونسمعتنا، ترى سوت لنا سالفة. حياك يا باي، حياك. يا حي الله مني. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سلام عليكم. هلا هلا يدي، هلا شلونك؟ هلا هلا يدي، هلا بهالطيور الحلوين ما شاء الله. شلونك يدي؟ والله بخير، شلونكم انتم؟ يسلم عمرك. يا هلا والله، اني سعيد اللي شفتكم. الله يسلمك يدي، يطول عمرك. شوفوا يا بنات، ترى انا اللي مسميكم مو امكم. تدرون اول امكم شو مسميتكم؟ ايه انتي ريحانه وهذه فيحانه. كان اغير اساميكم، سميتك بشاير وسميتها تهاني. عسى الله يطول عمرك يدي ويخليك ان شاء الله. بس تدرون شنو عيبكم الوحيد؟ شنو يدي؟ ان امكم طيبوه. الله يسلمك. هلا والله، هلا بعمي، يا حي الله من يانا. هلا والله، هلا هلا عمي. هلا هلا بالغالية طيبة مرت ولدي. هلا هلا والله، شلونك عمي؟ شفت شفت شلون استقبال مرتك لي؟ طالع بتسلم علي وبدينها صابون، ما تدري ان الصابون يسوي لي حساسية؟ مو انا عمي يوم سمعت حسك فتدودت ونسيت من فرحتي اغسل ايدي وجيت عشان اسلم عليك. امبلا امبلا، ما انا مدمق مدمق ومشوي على راسي. انت تغسلين الماعين من امته؟ عيل وين الخدم والحشم؟ عمي اليوم طالعين اجازه، كلهم باجازه. يبا اذكر الله وصل على النبي، ترى طيبه تحبك وتعزك وتحترمك وتعدك مثل ابوها. ايه
الحين. بلى باين المعزه بعويناتها طالع حتى لاقط عويناتها. شوف وجه العنز وحلب لبن. انت لو طايعني يا حميدان من 25 سنه وسامع كلامي ومتزوج بنت عمك هيلا كان مو احسن؟ اوف اروح المطبخ احسن. انا وين اتفقنا اللي اتفقنا عليه؟ مو قلنا نلتزم بالهدنه. يبا يبا بيني وبينك طيبه ما سوت شيء. انت اللي بديت من اول لحظه وتحرشت فيها. بلى انا اللي غلطان، مالت علي انا اللي غلطان. بلى انا غلطان اللي هديت بيتي وجيت وياكم. تدرون شلون؟ عطني ثيابي، عطني جلطتي للسور، عطني ثيابي. يبا ناصر انت بس على اولك ويا حسها مالك منه. يبا تعوذ من ابليس علامك الله يهديك. يدي صبر شوي الله يخليك. ماني صابر انا وامكم عطبه وجني، انا وامكم لا يمكن نقدر نعيش ببيت واحد، انا وامكم مثل اللي نواخذ اثنين يطبعون مركب. يدي هدي اعصابك، ممكن كل شيء يصير بالحب والتفاهم بس انت هدي اعصابك. لا بيصيرش، عطني جلطه، عطني دومي. ناصر علامك انت بس من يقول لك شيء قطعته. يبا وين بتروح الحين؟ افا عليك بس ابى اروح داري. اين داري يا ترى؟ افا عليك يا يدي، احنا وين مهنفين؟ دارك هي داري وداري هي دارك. افا عليك تفضل. باي باي يا طيور. باي يا حمام. تفضل تفضل يا يدي. الله يهديك يا يبا. وهذا يدكم وصل، بعد ايش تبون؟ طيبة سمعيني زين، أنا يا ذكرك إن هذا أبوي وأنا ملزوم فيه، ولا تبيني أسوي مثل بعض الناس أقطه بالشارع ولا أوديه دار المسنين؟ حمد لا تنسى إني أنا اللي قايلت لك روحي أبوك، لأني بنت ياويد وأعرف الأصول والواجب، لكن هم بعد وصيتك. يا بنيتي شلون اغير طبعي من زمان وانا متعود عليه؟ ما اقدر، صعب. يعني شلون بنتم طول عمرنا بمشاكل؟ والله يا طيبه ساعات وساعات. زين وهذا اللي تقول عنها ساعات وساعات ايش كثرتها بتستمر ان شاء الله؟ والله حسب طلباتك يا طيبه. انت كم ساعه باليوم تبين تكدر؟ اوه ايش فيك ساكت يا حمد ما تحكي. انت علامك اليوم عصبيه. يبا ابوي يحب يتغشمر وياك علامك. بنتك بشاير اليوم قالت لي كلام حلو فكرت فيه لقيتها حكمه. البنت ودها تقول حتى الاهل ما يقدرون يعيشون مع بعضهم الا اذا جمعهم التفاهم والحب. حلو كلام حلو يا يبا، لكن من يسمع ومن ينفذ؟ كلنا. صدق والله يا عمي، يعني مستعد تنسى الماضي ومستعد تنسى انك من 25 سنة ما كنت موافق على زواجي من حمد؟ لا يا بنيتي هذا كلام مضى عليه سنين نسيناه، انا بس حبيت اضحك معاكم. خلاص يا عمي، وانا من هاللحظة هذه مستعدة انسى كل اللي طاف. الله، الحين اقدر اقول اني اسعد واحد في الدنيا. يا ولدي كنت تقدر تكون أسعد واحد في الدنيا لو أنك طعتني وسمعت كلامي وتزوجت بنت عمك. عمي حياك. تفضل. هلا. هلو. هلو بيدي. هلو بيدي. هلا والله. هلا والله هلا. حياك. تعال سيدي. ايه اقول ناصر. خير يدي. اشوفك بدلت ثيابك. وين تبي تروح؟ مو تقول ان التدريب العصر. يدي الله يسلمك، اول شيء بروح اتغدى بالنادي وعقبها ان شاء الله اروح التدريب. زين وصلاة الجمعة يا ولدي؟ لا ان شاء الله بصلي مسجد النادي، كل شيء للصلاة يدي. عفا عليك. ايه الله يوفقك يا ولدي. الله يسلمك. اقول انا أبى أقول شيء ونسيت يا ولدي. خير يا دي. إيه سالم أخوك متى بيخلص دراسته؟ والله يدي هذه آخر سنة له، هو المفروض إنه خلص دراسته، لكن لا تحاتي كله أسبوع ولا أسبوعين إن شاء الله يكون عندنا بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. بالسلامة.
ايه طمنتني. ناصر. خير يدي. ولدي. ابوك انا دائما ادافع عنك قدام اهلك. خصوصا قدام امك وابوك. دائما ادافع عنك واوقف وياك. بس هذا مو معناته اني انا راضي عن كل شيء. لا يا ولدي. انت لازم تهتم بدراستك وتعطيها حقها مثل ما تعطي الكره حقها. شو اسوي يا ولدي؟ شو اسوي؟ غصب علي، والله يا يدي غصب علي. تدري سفر وتدريب ومباريات ومعسكرات، ماني متفرق حتى حق دراسه، والله يا يدي حالي حال غيري من الطلاب. لا. هذا مو عذر يا ناصر. شهادتك هي سلاحك يا ولدي. يا ناصر. باكر الا اعتزلت الكرة حالك حال غيرك. ما حد بتذكر كم جول جبت وش كثر تعبت وعرقت وكم بطولة حق بلدك حققت. لا يا ولدي كل هذا ممكن يضيع، كله ممكن يضيع. الوظيفة، الشهرة، المجد، الفلوس، كلام الجرايد، كل هذا يضيع. شهادتك وعلمك هم رصيدك وسلاحك. صادق تدري يدي اللي عنده يد مثلك وشرواك والله المفروض ما يخاف من المستقبل ابد. احبك يا يدي والله العظيم احبك. وانا احبك. أنا ما أدري شلون تذاكرين المسجلة هذه شغالة. شنو ذاكرة؟ عسى الله يفكني من المذاكرة والامتحانات وعوار الراس كله كله. لا بعد حبيبتي تو الناس قدامك رابعة ثانوي وأربع سنين الجامعة والماجستير. إيه الماجستير وبعد الدكتوراه. بشاير المثل يقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وأنا بصراحة مو مال الدراسة، أنا من أقضب هالكتاب يذيك خلقي. انزين هاتش اقرا الاعلان هذا يا رافعة لواء الجهل والاميه واعطيني رايك. مطلوب شباب وشابات لعمل في مجال الصحافه. شنو المهم في الاعلان الحين؟ ما فهمتي؟ لا يكون ناويه تشتغلين صحفيه. ليش لا؟ انا خريجه اداب واحب الصحافه وحاسه اني اقدر اسوي شيء. انت صاحيه وواثقه من نفسي، وهم انا واثقه ان امي وابوي بيرفضون ويمكن يكسرون راسك والله اعلم. وانت ليش متشائمه كذي؟ وانت ليش متفائله كذي؟ ابوي ممكن نقنعه ويوافق، لكن امك حبيبتي، امك اذا قالت لا في هالبيت من يقدر يقول لها ايه؟ والله انت صادقه، من يقدر يقول لها لا؟ انا احد عنده اعتراض؟ ارجوك عمي خلني اتفاهم مع بنتي. حاضر ان شاء الله على امرك. بشاير سالفه الصحافه هذه تنسينها كلش ولا تفكرين فيها مره ثانيه، مفهوم؟ اقدر اعرف السبب يما؟ الف سبب مو سبب واحد. بعدين انا قلت لا يعني لا، حكي زايد بهالموضوع ما ابي. تحيا الدكتاتوريه يما. بس انا من حقي اسال وتناقش بموضوع يخصني ويخص مستقبلي انا. عدل ما حد يقدر يمنع البنت من ابسط حقوقها. خلوها تقول وجهه نظرها، سمعوها واقنعوها اذا عندكم وجهه نظر. ما تتكلم يا حظي انت، ما تتكلم يا استاذ يا مغلوب على امرك. يبا طيبه عندها حق، الوظيفه هذه ما تصلح حق بشاير. ليش يبا؟ الوظيفة هذه مو محترمة؟ لا لا يا بنيتي لا، محترمة وعلى عيني وراسي ما قلنا شيء، بس ما تناسب اختك. خلاص عيالي يدنا وقعدوا، ناصر لاهي بالكرة وبشاير بتصير لي صحفية، ما بقى الا تهاني الدقعود. يحيى الجهل. ارجوك عمي انا ابخص بمصلحة عيالي. وانا ابخص بمصلحتي ومستقبلي يمه. سمعت؟ شفت يا حمد؟ ترى هذه أول مرة ترددني فيها بشاير. وطبعاً السبب أنا. قوليها لا تستحين.
افا عليك بس يا يبا افا عليك. انا توقعتك انت ترفض وظيفة بشاير هذه قبل لا نرفضها احنا. ايش حقه؟ ليش اني شايب؟ سمعوا، صحيح انا شايب، لكن انا ما قفلت على مخي بقفل هالكبرى وقطيت مفتاحها بحر. اصحوا يا ناس، اصحوا يا عالم، هذا جيل غير جيلي وجيلكم. خلوهم يعيشون حياتهم بتفكيرهم اهم، مو بتفكيركم انتم. البنت اذا حاسه وحابه هالمهنه وحاسه انها تقدر تعطي شيء، ايش حق توقفون بوجهها؟ سمعت؟ شفت؟ ترى ابوك مصمم يخرب عيالي علي. سمعي بشاير، انا وابوك ما احنا موافقين على هالوظيفه، وكلام زايد ما ابي. يلا قومي قومي روحي دارك. يلا هم لحظه بشاير، انا ليه الحين ما قلت رايي يا طيبوه؟ ولا انا مالي راي بهالبيت سمنديقه؟ انا ماني كرسي ولا اني تلفون ولا تلفزيون ولا قنفه. شوفوا يا بشاير، انا يا بنتي انا موافق ومستعد اروح معاك للمكان اللي تبينه. يلا بشاير قدامي امشي. يدي يدي قل لهم يطلعوني من المدرسه. حاضر على امرك. على هالخشب حمد بنتك تهاني تقول لنا شنو؟ شنو قلتي؟ يا قلبي يلا دلني روح راجع دروسك يلا. يبا ممكن لو سمحت وبكل هدوء تسمعني بدون صراخ وحمق؟ انت اللي اسمعني. شوف يا حميدان، الى متى انت عمرك ما تصارخ وعمرك ما تحمق على امرتك؟ ليه متى بتتم طنبورطين؟ ليه متى بتتم انت تمشي ورا طيبه وهي اللي تامر وتنهي وتبصم وراها؟ يبا انا ما ابصم ورا احد، والكل بهالبيت احترمني ويسمع كلمتي، وانت تدري بهالشيء وكفايه اهانات. يا يبا الحقني، يبا يبا الحق. يما رد علي. يما يما حاكيني هونت خلاص ما بالوظيفه بس حاكيني. يما 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 ايش فيك؟ يما الحقنا يبا. يما يما الله يخليك ردي علي. يما شايره حاكيك. يما عسى ما شر. ايش فيكم؟ ايش فيهمكم؟ ما ادري بصرخت وعصبت وقالت ضغطي وطاحت غشيانه. ها طيبه طيبه حبيبتي طيبه. يبا طيبه وانتوا واقفين تطلعوني، اعطوني بسرعه، اعطوني ايش؟ اعطيني كروني، اعطوني كروني ثاني. يما طيبه طيبه يما بسرعه. طيبه طيبه لو انك سامع كلامي وضايعني ومتزوج بنت عمك مو احسن لك؟ عمي اي قلبي 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 قلبي. طيبه الهوى قلبي تعلق وجفا جفني المنام والحشا مني تمزق ودموعي بانسجام. آه لولا الشوق أجرى عمرتي ما قلت أنا. الباب يا عيال. الباب يا عيال. ان شاء الله عمي ان شاء الله. وين هذي؟ ايش كثرهم؟ ماكو احد يبطل الباب؟ هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. قوم سالم. الله يقويك. شلونك؟ هلا شريفه. شلون العيال؟ الله يسلمك. يا هلا شلونهم؟ الله يسلمك. عساكم طيبين. شلون احمد؟ الحمد لله بخير. خذي يا ريال. لا لا تفضلي استريحي مني. تعال تعال. الله يسلمك. هذا عمي ابو حمد. ايه ام سالم تعالي.
ان شاء الله من رخصتك. نعم عمي. اقول من هي ها هالبنيه الحليوه المدربحه؟ بنيه عمي هذه درزن بنات. هذه شريفه ام احمد. ها شريفه. اي شريفه؟ شريفه مرت عبد الكريم بودله. ما تعرفها؟ اوه عبد الكريم بودله رحمه الله عليه، الله يغمد روحه الجنه. الله هذا عزيز وصديق من زمان ما شفته. كيف حالك يا مدله؟ شو اخباركم؟ بخير الله يسلمك. الله الله كان المرحوم رحمه الله عليه صديق وعزيز وغالي عندي. عمي الله يهداك، ايش فيك كذي دشيت بخشم المره؟ مسكينه طالعها متكوره مستحيه منك. اي وانا 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 باكلها. أنا أخوه بس بتكلم معاها. يا عمي هي ما تبي تتكلم معاك، هي جاية تقعد معاي أنا تزورني وتكلم معاي. وبصراحة أنت يعني قعدتك هني تخلي المرة ما تاخذ راحتها وما تقدر تتكلم معاي. إيش رأيك عمي واللي سلم عمرك تروح فوق الناصر؟ ولا أقول لك ليش ما تروح الحديقة؟ هناك النسيم عليل مثل ما يقولون وتشم هواء. هذه الطرد الذربة. ايه امري لله انطاعك الزمان ولا طعه. يلا عمي يلا يلا. اقول من رخصتك طال عمرك. عمي واللي سلم عمرك عمي، قول حق بشاير تجيب لنا عصير وياها. لا انا بتهاني تجيب العصير. كل الكلام اللي قلتيه يا ام احمد انا عارفته وفاهمته زين، وعارفه ان الحمد لله عندكم خير ونعمه. بس اللي ماني عارفته ليش انت قاعده تقولينه لي الحين؟ ايش لزومه؟ تفضلي خالتي العصير. وهلا هلا ومرحبا. يا هلا ببنيتي. وي 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 شنو هذا تهاني؟ ما عندنا صينية تحطين عليها القلاص؟ بلا يما عندنا، بس أنا إيش دراني؟ شلون إيش دراك؟ أكو أحد يقدم لضيوفة شاي ولا عصير من غير صينية؟ أنتوا باكر والله اللي تزوجتوا، إيش تبي تسوون؟ يما الحين إيش دخل الزواج بالعصير والصينية؟ وبعدين الخدامة إيش مهنتها؟ يلا أخذها يا أم أحمد، هذه بناتها الأيام، خلف الله على أيام زمان. شفتي شلون وانتي صادقه يا وخيتي؟ ايامنا غير ايامهم، وايام عيالهم بعدهم غير ايامهم. احنا عيالنا ربوهم الخدم يا وخيتي، لكن عيالهم بيربيهم هذا اللي يسمونه الكمبيوتر، ما ادري الكمبيوتر ايه، وكل شيء يبون يسوونه بالكمبيوتر. ايه تعالي يا بنيتي تعالي تعالي حي الله الحلوه. خليها تروح تراجع دروسها روحك. وي يا وخيتي لاحقه على الدروس، تنيتني يمي تنيتني لزقي فيني بس. يا حلوه والله قمر قمر، اعطيني الخد الثاني عشان ما يزعل. لا اله الا الله يا بنيتي والله انت حلوه، والله زينك يا حلوه قمر. وي وي سلمها لبنيه. يا الله الله خوش دراعه خوش دراعه والله زينه. ام احمد خير؟ شنو هذا اللي قاعدة تسوينه؟ انت بتشترين ذبيحة؟ ذكرتيني الله يذكرك بالشهادة والعبادة. أقول ابنيتنا ذاك الأيام أشوفها من ترسة، لكن هالأيام كانها ضعفانة. أقول يما كم كيلو وزنك؟ ما أدري خالتي. ها؟ وانت بتشترينها بالجملة ولا بالكيلو؟ طيبة أنا خابرتك ذكية وفطينة، للحين ما فهمتي؟ تهاني قومي دارج. ان شاء الله يما من رخصتك خالتي. والحين يا شريفه دشي بالموضوع كذي سيده مثل ما يقولون. انا ما احب اللف والدوران ولا اعرف القطاوي. ولدي احمد ايش فيه؟ ابي ازوجه. زين وانا شكو؟ انت شكو؟
انت ام العروس؟ انا ام العروس. ايش قلتي؟ طبعا موافقه. السكوت علامة الرضا. أقول مبروك. محمد صبري. يدي ايش سالفة الإباب؟ هذا الإباب عند جيراننا. لا مو عند جيراننا، إذنك غلط. الباب هذا عندنا بالبيت. عندنا بالبيت؟ ايه. هاي الاكيد اخوي سالم وصل. لا والله العظيم. يلا سالفه. تعالوا يا بنات، سالفه هالباب هذا انتوا اللي يببتوا؟ لا يدي لا. عيلمكم؟ الله اعلم. الجواب عند تهاني. تهاني؟ شو السالفه يبا؟ ما ادري. تدرين؟ خلينا نشوف شو الموضوع. الله يدي مش خلاص. خلينا نشوف من اللي يبب. لا تنسين ان تهاني صغيره، والاهم من هذا بشاير اكبر من تهاني. شلون الزوجين الصغيره قبل الكبيره؟ ايش هالعذر؟ وايش فيها يعني اذا زوجت الصغيره قبل الكبيره؟ ايش هالمنطق؟ انا شخصيا ما عندي مانع، ولا اني معترضه على زواج تهاني. وبعدين انا ما افكر بالزواج لان كل شيء قسمه ونصيب، لكن سالفه تهاني تتزوج الحين وهي بعدها بالثانويه حرام. يمه توها لاحقه على الزواج. عدل كلام بشاير. عدل يا بنت الحلال، تهاني صغيرة ما تقدر تفتح بيت ولا تتحمل مسؤولية ولا تقدر معنى الزواج. وش دعوة يوم تزوجك؟ أنا كنت أكبر من تهاني وايد. أنا كنت أصغر منها، نسيت؟ أنا أصغر منها ذيك الساعة بثلاث ما أدري أربع سنين. يا يما، وأكو شيء ثاني بعد أهم من هذا كله، المعرس أحمد والشريفة. وش فيه أحمد والشريفة؟ لا هي بالخرابيط ولا فاشل بدراسته مثل بعض ناس. احمد وحيد امه، وابوه الله يرحمه تارك له ثروه شكبرها. يمه انا اعرف احمد هذا اكثر منك. ابوه توفى وهو توه ياهل صغير، وامه ربته على الدلال والدلع. يا يمه احمد هذا ما يعرف يسوي شيء الا باستشاره امه. شخصيته ضعيفه قدامها يا يمه، هذا سبب اعتراضي يا يمه. انا والله ما قلت لكم الموضوع علشان اسمع اعتراضات. ثاني شيء يعني علشان الولد مطيع وذرب ويسمع كلام امه صار بنظركم ضعيف؟ يا ليت كل شباب هالايام مثله. والله يا يما الطاعه والاحترام شيء، والخوف وضعف الشخصيه شيء ثاني. ناصر قصده يقول ان احمد صاير تابع حق امه، شيخ شيخه بيدها يعني. يعني من حالتك انت ويا ولدي هالمردم. يبا شو الحكي اللي تقوله قدام عيالي؟ انت تدري انا ما حد يقدر يتحكم فيني، وكلامي ماشي على الجميع والكل يدري بهالشيء. عجيب الحين طلع لسانك. يلا اهروني مراجلك وارفض زواج تهاني من ولد شريفه، مثل ما مرتك طيبوه رفضت زواج تهاني من ولد اختي فلاح. والله عاد مستقبل عيالي وحياتهم ما حد لحق يتكلم فيهم الا انا وابوهم وبس. معصي أنا جدكم، يعني أبوكم كل أبوكم، ورايي يمشي على رايكم كل أبوكم. حمد يبا ماكو فايدة شذي، امشي بدارنا وخلنا نتكلم على راحتنا. خلوه يا ضنايا، خلوه فوق يسوون له غسيل مخ. تراهنوني الحين بيحدر ومتغير رايه، نايمه براسه وقايلت له وموافق على كل كلامها. لو انه طايعني ومتزوج بنت عمه وسامع كلامي كان الحين يقدر يفرض رايه على بيته وعلى عياله. صدقني يا يدي
احنا ندري انك تحب الضحك وتحب الغشمره، وهم ندري بعد انك انت ما تكره الوالده، بس صدقني يدي الوالده تموت قهر لما تجيب طاري بنت عم ابوي. انت ليش ما قادر تنسى الموضوع؟ والله يا ولدي الموضوع هذا مات واندفن من زمان، لكن انا اقولها بالعماله، ابي امك بس تغير رايها وتفكر عدل، ابيها تغير معاملتها لكم ولابوكم، ابيها توقف عند حدها ولا تتحكم فيكم، ابيها توقف دكتاتوريتها. المهم يدي الحين احنا ما علينا من السالفه هذه كلها، الكل سمعنا رايه بزواج تهاني الا انت يدي، ايش رايك انت؟ والله يا حلوك يا بنيتي، يا ابوك انا اول شيء امك ما اعطتني فرصه اتحكى واقول رايي، الشيء الثاني وهو المهم ان انا رايي ورايكم وراي ابوك وامك وكل الاراء هذه كلها بوش ما منها فايده، الراي الوحيد راي تهاني، تهاني وبس. حنا يا ابوك علينا النصيحه والتوجيه، وهي اللي تختار البنيه، اما زواج غصب هذا الغلط بعينه وعلمه. هاي يا تهاني، ايش قلتي يا بنيتي؟ ما ادري يبا. ياه عيل من يدري؟ رفعي راسك وتكلمي، انت موافقه على احمد زوج لك ولا لا؟ اللي تشوفونه يما. يعني موافقه ولا لا؟ ياه تعال حمد انا بيك. يما يبا باكر عندي امتحان بالمدرسة، أروح ولا لا؟ يا ول 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 عنا أبوك ما صدقتي أنتي لهالدرجة تكرهين الدراسة؟ انتبري قعدي وراجعي دروسك وانسي سالفة الزواج الحين. حاضر حاضر يما. تهاني يا حبيبتي، حتى لو تم الزواج بتكملين دراستك، والمفروض أنتي اللي تطلبين الطلب هذا مو إحنا اللي نقول لك. أيوة أنا بغيت أقول كذي بس أنتوا سبقتوني. شوف البنية انت بتضحك علينا، ركزي على امتحاناتك. حمد. نعم. ايش فيك واقف؟ امشى بيك. ما قلت لكم ابوكم احب يغير رايه وبيغسلون مخه وبينفذ كل الكلام اللي بتقوله امكم؟ اسمع احمدان واسمع انت يا طيبوه، ابوكم اللي هو انا ما هو موافق على هالزواج، واللي اقوله لازم يتم. انزين يبا ممكن نعرف سبب رفضك للزواج؟ لعانه كيفي بس انا وحمد وتهاني موافقين، ايش حق انت ترفض يا عمي وتسوي لنا مشاكل؟ يمه انت متاكده ان تهاني موافقه؟ ها انت شلون تساليني هالسؤال؟ يعني اكذب عليك انا؟ تفضلي حضرتك روحي اساليها واخذي الجواب بنفسك. يبا سلمك الله، ممكن تستريح وتخلينا نتفاهم على راحتنا؟ ماني مستريح ولا انا متفاهم، وماكو شيء يصير بهالبيت من اليوم ورايح الا بشوري وموافقتي ورضاي. يبا طبعا طبعا واكيد. وما دام طبعا يا يبا طبعا واكيد، عيل ليش ما اخذتوا رايي بهالزواج؟ يا يبا سلمك الله احنا موافقتنا موافقه مبدئيه، صدق المره جات وطلبت لكن احنا ما اعطيناها كلمه، وبعدين ما قلنا لهم كل طلباتنا، يمكن بعدين ما نتفق ونقول لهم لا. ومنو اللي بيقول لهم لا؟ حضرتك ولا طيبوه؟ عمي انت ما تقولي ليش حاط دوبك ودوبي؟ ايش فيك صاير كبريت وما تقدر تتحملني كلش؟ كله معصب وتصرخ، ايش فيك انت؟ نزقه نزقه ولعانه وشطانه وما تعاشر. عيل انا ينقال لي كبريت؟ انا لابو العود بهالبيت ينقال لي كبريت؟ انت يا طيبوه تسبيني وتطولين لسانك علي؟
أنا سبيتك؟ أنت يا عمي ليش تبي تشم فيها حرجة ليش؟ عيلانة ينقال لي كبريت؟ أنا كبريت؟ الله أكبر، لكن أنت ما تلامين، الشرها مو عليك، الشرها على طنبورها الطين ولدي اللي أبوه ينهان قدامه وهو من ثمر وساكت. صل على النبي يا يدي الله يهديك، صل على النبي وتعوذ من إبليس. ناصر ناصر يبا أخذ يدك وروح فوق، يبا تفضل معاه. تفضل يدي تفضل، حياك معي، إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، تفضل وسع صدرك الله يهديك. أعوذ بالله من الشيطان. يا أنا قبل لا أصعد فوق يا ولدي فيني كلمة تعور قلبي وتقرقع بقلبي ودي أقولها لأبوك. ما يحتاج عمي، حافظينها وأنا بقولها بدالك، لا تتعب روحك. كان زين يا ولدي من قبل 25 سنة سامع كلام أبوك وطايع شورة ومتزوج بنت عمك، مو هذا اللي بتقوله؟ لا عديمة، لا مو هذا اللي بقوله، اللي بقوله لولدي إن الفرس الخيالها والمرح الرجالها وسلامتك. صح لسانك. عيلانة ينقال لي كبريت، أنا كبريت. صلى على النبي يدي الله يهديك. أنا ينقال لي كبريت. وسع صدرك الله يهديك. روح لين. هذا اللي بتجنني، يعني انت تعرفين احمد بودله هذا والشريفه؟ ايه عارفه. يعني شفتي تكلمتي معاه واحنا ما ندري؟ لا 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 كلمني ولا كلمته. علي شلون تقولين تعرفينه؟ امي قالت لي كل شيء عنه. حشم انت صاحيه يا تهاني، هذا زواج مو لعبه، والشيء هذا يصير مره واحده بحياتك، يعني المفروض تفكرين وتتركدين قبل لا تقولين ايه ولا لا. ومن قال لك اني انا ما فكرت؟ اصلا انا ما قلت ايه الا عقب تفكير واقتناع. انت تبين الفكه من الدراسه وهذا سبب موافقتك، وانا عارفه سبب رفضك وزعلك. اكيد قلتي حق نفسك شلون ام احمد تطلب تهاني حق ولدها مع انها هي الاصغر. بشاير بشاير انا اسفه، انا اسفه اختي، ما كنت اقصد اللي انت فهمتيه. انت عرفتني ان انا مطفوقه وغبيه وساعات يعني كلامي يسبق تفكيري. سامحيني بشاير. انزين لا تسكتين، كلميني قولي اي شيء، طقيني كفخيني سوي اي شيء، بس لا تسكتي لان سكوتك يعذبني بشاير. انزين انا رايحه حق امي وبقول لها سمعي يما، ترى بشاير اتفقت مع يدي عشان باكر الصبح يروحون الجريده ويقدمون طلب حق بشاير تشتغل صحفيه، وبيحطونكم قدام الامر الواقع. عن اذنك. لا لا خلاص تعالي قعدي، على شرط تسامحيني. سامحتك. لا مسامح بالكلام ما ابي. تبوسيني. حاضر. تقولين الحكي هذا وبعدين تقولين بس خلاص سامحيني. باش بس بشاير هاك ناصر. هذا تمر ولا زيتون؟ يبا هذا احسن زيتون بالسوق صدق. الحمد لله. يلا يابا تاني يلا بسرعه شوي، ها باخذ شويه بطريجي لان باص طافج، لان عندي محاضره الساعه 8 وما ابيها تطوفني كل اللي ترد. ان شاء الله انجازه. تعاني ما ابي اوصيك تجاوبين على كل الاسئله مالت الامتحان، مو تسلمينهم الورقه بيضة. انت فاهمه قصدي طبعا؟ اي ما طبعا فاهمه. يلا تعاني يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يابا. دير بالك على اختك. الله يسلمك. ان شاء الله ديروا بالكم على نفسكم. ان شاء الله. صباح الخير. صباحك الله بالخير يدي. هلا هلا وغلا والله. هلا هلا ببيتي. شاي حاري ما؟ ايه شاي شاي مشكورة. ها اشوفك مبدلة، وين رايحة ان شاء الله؟ بروح وزارة التربية بشوف الصار على الطلب اللي قدمته. يلا يا بنيتي بسرعة تريقي ووصليني وياك على دربك ان شاء الله. هاي بخير ان شاء الله. وين من صباح الخير؟ بابا با بروح المستوصف، ضروسي تعورني. ضروسك تعورك؟ ايه. ابو حمد
ناسي ان دروسك ترتيب؟ ها؟ اي ترتيب لكن مركبهم انا على حطبه ولا على جوالي؟ على اللثه، اللثه ملتهبه ولا عندك مانع؟ لا يبا لا 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 كل شيء عاد ولا اللثه. انزين ايش رايك انا اوديك الطبيب بنفسي وعقب الطبيب نروح انا وياك الشركه وهم تشوف الشغل؟ لا يبا لا، لا انا رايح شغل ولا انا رايح مكان. يلا قومي يا بنيتي قومي قومي، وقت ثاني خلها وقت ثاني. يلا مع السلامة. مع السلامة. أقص إيدي من الكتف إذا رايح المستوصف. يا بنت الحلال حرام عليك، ليه متى سوء الظن هذا؟ وليه متى أنت بتصدق كل كلام ينقال لك وعلى نياتك؟ طيب إيه؟ إذا ما صدق أبوي من أصدق؟ المهم الحمد لله وشكرك يا رب، أنا بروح الشركة، تبين شيء؟ إيه أبي. خير، شو اللي تبينه بعد؟ أبيك تسألني عن أحمد. أحمد؟ أي أحمد؟ أحمد بودلة والشريفة، نسيبنا المعرس، نسيبنا المنتظر، ما مداك نسيته؟ إنزين شلون يعني أسأل عنه؟ ماني فاهم قصدك. تسأل عن أخلاقه، عن أحواله المادية، سبحان الله كذي ولا كذي، أخاف انكسر ولا شيء ولا خسر. ان شاء الله ان شاء الله ما يصير الا الخير. يلا فما الله. مع السلامه. الو. هلا هلا ام احمد. بخير الله يسلمك. شلون أحمد؟ لا إن شاء الله خير. بعدين أقول لك أيك الحين؟ إن شاء الله ولا يهمك. أيك الحين ونشرب شاي الضحى مع بعض، ها؟ لا 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 لا، ما إحنا حاشين بالعالم. لا الو. ايوه يا فلاح. ايه حصل امتى ده؟ ها؟ طيب طيب اول ما يجي هبلغ. طيب يا فلاح مع السلامه. صباح الخير يا عطيات. اهلا استاذ حمد. صباح الخير. مش عارف هبلغه الخبر ده ازاي على الصبح، لكن ضروري يعرف عشان يقدر يتصرف بسرعة. عطيات أفل. طلبي لي فلاح في الموقع. أستاذ حمد أنا أسفة لكن لازم أقول لحضرتك. خير صاير بعد؟ عمال موقع الإسليبية توقفوا عن العمل. توقفوا عن العمل؟ والسبب؟ عاوزين مرتباتهم. فلاح اتصل من شوية وبيقول إن لهم شهرين ما خدوش فلوس ومش هيشتغلوا إلا إذا أخدوا مرتباتهم. مستحيل مستحيل. مهندس الموقع بنفسي أنا مسلمة مرتباتهم كلهم وقلت له يعطيهم واحد واحد. وأنا كنت موجودة وعارفة كل حاجة. طيب شنو هي المشكلة إذن؟ مهندس الموقع اختفى، مش باين له اي اثر، اكيد اخذ الفلوس وهرب. لا مستحيل، حرام عليك تقولين كذي. يمكن مريض او صار في شيء. على كل ما يصير نظر لمحد قبل لا نتاكد. عمري ما شفت حد في طبتك ابدا يا استاذ حمد، لكن مش بالشكل ده. متاسفه استاذ حمد، ما كانش قصدي.
لكن ما تنساش حضرتك انك اديته الفلوس بدون ايصال. الثقه حلوه بس مش مع كل الناس. عطيات عطيات، انا متاكد انه مريض وما قدر يودي الفلوس. على كل حال طلبي لي اياه في البيت. مهندس الموقع ساب شقته من يوم الخميس وما حدش يعرف عنه اي حاجه. ها ساب شقته من يوم الخميس؟ وين راح؟ عطيات شوفي لي فلاح وين فيه، دوريه ابي ضروري، لازم يجيني الشركه الحين وحالا. حاضر يا فندم. بسرعه. والله يا بنيتي لو تدري امك ان احنا جينا للجريده وقدمنا على انك بتكوني صحفيه كان بيصير بالبيت خفص ما صار ولا استوى. يدي والحين انا ايش دعوه صرت صحفيه؟ انت ما سمعتهم يقولون ان اكو فتره تدريبيه واكو فتره اختبارات وما يندرى بعد كان يقبلوني ولا لا؟ لا بيقبلونك وبتنجحين ان شاء الله وتنبط جبت امك. انا ما ادري امي ايش حقها ملزمه على زواج تهاني وهي توها صغيره ما خلصت المدرسه. انت ما حاكيت اختك بهالموضوع؟ امبلا حاكيتها، تضح انها تبتفتك من المدرسه وبس، وبعد امي ما صدقت على الله تلقى لها واحد غني قالت تضمن مستقبلها. هذا بل ابوك يا عقاب. امك تفتكر ان السعاده بالفلوس يا بنيتي، هذا قهر. والمصيبه هذا احمد شنو ياهل، امه متحكمه فيه. انا ما ادري شلون بيفتح له بيت ويكون له اسره. إلا على فكرة يا بنيتي. نعم يدي. تدلين بيت مدلة بيت شريف أم أحمد. إيش حقك؟ بعدين أقولك بعدين. أحمد وعمره 5 سنين. أشوف لا إله إلا الله يا حلوة متربن طالع على أمه بس الحين أشوى أنه ضعف. إيش ملحة الله يخلي لك إياه. الله يسلمك. وشوفي هات هذه الصورة الثانية، هذه أنا وأحمد في بحمدون بلبنان. إيه الله يعيد أيام لبنان وبراد لبنان وفاكهة لبنان. الله يعيدها. إي والله. وهذه صورة أبو أحمد الله يرحمه. الله يرحمه. مات عمر أحمد 5 سنين وأنا صرت حق أحمد، أنا الأبو وأنا الأم وأنا الصديقة وأنا كل شيء، وهو كل شيء بحياتي صار لي. وعلشان كذي رفضت كل اللي تقدموا لي وعاندت أهلي كل علشان أحمد. ربيته وعلمته لما كبر وصار ريال، وأنا الحين تهمني سعادته، تهمني سعادته يا عم سالم. وعلشان كذي أبي لبنيتك تهاني لأنها أعرفها مؤدبة ومتربية ويكفي إنها بنت حمد وأمها طيبة. الله يسلمك، هذا من أصلك والله يا أم أحمد. بس يعني أنا أقول يعني شنو؟ يعني شنو؟ شوفي عاد من ناحية طلبات كل طلباتكم أنا مستعدة أسويها، من ناحية مهار، من ناحية مصاريف، من ناحية ذهب، لا يردك إلا لسانك. سكرين. اوه هذه وين ولت؟ وين راحت؟ سكرين. زين زين مصيبه، ما ادري وين ولت هذه. بونجور ام احمد. يا هلا يا هلا. قوه خالتي ام احمد. الله يقويك يا بنيتي. عمي